ازيكم يا مواليد برج الحوت، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الحوت ليوم الاحد 5 يونيو حزيران 2022. ايه هو شعورك بشغفك حيال عبء الشغل اللي بيبقى قدامك في الفترة دي؟ مع استمرار اشتعال القمر في برج الاسد بيشتغل ده بشكل كبير على شغفك اكتر. هتشعر بتفاؤل بشكل يعتبر ملحوظ لما تبقى بتفكر في قائمة مهماتك في الشغل واهدافك. لون النهاردة هتخليك واثق من مساعدتك في انك تحقق كل اللي انت بتخطط انك تقوم بيه في اليوم ده. انت مدفوع اكتر، مركز اكتر، هيكون عندك تصميم اكتر لطاقتك القمرية الثابتة النهاردة علشان تخلي يوم شغلك ده مهم اكتر. نظرا لان الاسد القمري فيه طاقة دافية فيه، هتشعر بتفاؤل اكتر بشكل ملحوظ مع استمرار انك تحرز تقدم هيمكنك من انك تستمتع بشغلك اللي عليك انك تقوم بيه في الفترة دي.